عايز اخدكم قبل ما نروح للفاصل لتقرير من التقارير اللي انا احبها بصراحه. مبادره كلنا واحد واللي اطلقتها وزاره الداخليه، ودي يمكن واحده من ضمن المراحل بتاعت مبادره كلنا واحد، او واحده من تفاعلات مبادره كلنا واحد. واحنا عارفين مبادره باساسها اطلقت كي ان احنا الداخليه تبقى واقفه بجانب المواطن تساعده قدر الامكان. في مبادره معموله بقى من داخل عباءه كلنا واحد او تحت هذه المظله، مبادره ماموري اقسام ومراكز الشرطه على مستوى الجمهوريه. طب ايه اللي هيتعمل؟ الهدف انه يتم دعم اهالينا من محدودي الدخل، وطبعا بمناسبه عيد الاضحى المبارك كل سنه وانتم طيبين. خلونا نشوف التقرير وبعدين نروح للفاصل ونرجع نكمل الكلام. احنا ولادك يا بلادي، بتجري في دمنا، احنا اللي لما بتنادينا معاكي كلنا. تتنوع المبادرات الإنسانية والاجتماعية التي تطلقها وزارة الداخلية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. واستمرارا لهذا الدور، فقد أعدت الوزارة عبوات غذائية متميزة لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا بمختلف المحافظات. توزيع هذه العبوات يتم تحت مظلة مبادرة كلنا واحد، مبادرة مأموري أقسام ومراكز الشرطة، ومن خلال مأموريات من مديريات الأمن كل بنطاقها، تتوجه مباشرة إلى الأسر الأكثر احتياجاً لتسليمها لهم، كأحد الإسهامات الفاعلة والاجتماعية من الوزارة التي تعكس روح المشاركة بين الشرطة والمجتمع. متشكرين، تحيا مصر. التاريخ من بعدها وكلنا مؤمنين. ربنا يخلي الريس ويزيده من نعيم الله. بقاله شهر مبروك وسنة مبروك عليك وعلى الأمة كلها وحضرة الريس. بلاده في يوم تعيش، البلد دي ما بتقعش، والأهم البلد دي ظهرها ما بينحنيش. يا رب يحميكم كلكم ويكتر منكم ويزود منكم يا رب، ويكفيكم شر ايدين الناس الغدرة. كل سنة وانت طيب يا حاج، كل سنة وانت طيب. يا بلادي في كل الأزمنة، ووقت لما تحتاجينا احنا دايما هنا. لا مرة حسيت بخوف وقت الصروف مفيش. شكرا شكرا لعبد الفتاح السيسي وللداخلية. لو حتى تاخدي مني روحي، دي روحي هينة، وهو ايه في الدنيا اغلى. إشادة كبيرة من المواطنين المستفيدين من هذه المبادرة بحرص وزارة الداخلية على دعم الأسر المصرية لرفع الأعباء عنهم. دي هدية بسيطة من السيد رئيس الجمهورية. كل سنة وانت طيبة وعيد سعيد عليكي. احنا مصر ومصر احنا في كل صعب، والحكاية مستمرة من سنين. كل واحد فينا شرطة ولا شعب، حبها في قلوبنا بعد الدين دي. يا مصر ياللي شمسك لا يمكن تغيب. دي هدية السيدة الرئيس ليكي، وكل سنة وانت طيبة. ربنا يخليه لنا ويبارك لنا فيه. كل سنة وانت طيبة. الله يخليك، ربنا يبارك له يا رب. كل سنة وانت طيب ويبارك. هذه القوافل الإنسانية المحملة بالخير ترسم الفرحة على وجوه الأهالي بالمناطق الأكثر احتياجاً، وتحمل معها رسائل الدعم والمساندة لهم، والتأكيد على الاستمرارية لتصل لكل ربوع الوطن. الأزمنة ووقت لما تحتاجينا احنا دايماً هنا. مرة حسيت بخوف وقد الصروف مفيش أي قوة تهزنا. لو حتى تاخدي مني روحي، دي روحي هينة، وهو ايه في الدنيا أغلى. احنا عايشين في أمن وأمان طول ما هو موجود معانا. الله يبارك لك. كل سنة وأنتم طيبين. في كل جيل بطل تمن شايل اسمها، وكل ليل بيجي بعد منه فجر هادي كانت زمان. كل سنة وانتم طيبين، وربنا يخليكم لينا ويخلينا سعادة الرئيس اللي هو فاكرنا على طول. يا مصر ياللي شمسك لا يمكن تغيب، أنا جنبك تملي ومنك قريب. هنديلك عينيا وقد المسؤولية وشرطة شعب. أنا بشكر سعادة الرئيس اللي هو فاكرنا وجاي لحد هنا، وربنا يعينه ويقويه، وشكرا على الهدية. بشكر سعادة الرئيس على المبادرة ديت، وكل عام وانت طيب. ربنا يخليك لنا يا ريس، والف شكر. ولادها ابطال اسود وقد العهود، وجوه قلوبهم حبها. يا مصر ياللي شمسك لا يمكن تغيب، انا جنبك تملي ومنك قريب. انا اديلك
سنة وانتم طيبين ويا رب الناس كلها تكون بخير وبأمان وربنا يخلينا الرئيس عبد الفتاح السيسي. بعت لنا هديات مع المأمور وربنا يبارك لنا في الرئيس عبد الفتاح السيسي. كل سنة وانت طيب. احنا بنشكر سيادة الرئيس ان فاكر الناس في الاعياد وفي المناسبات الطيبة ونقول له كل سنة وانت طيب. شرطة ولا شعب حبها في قلوبنا بعد الديني دي. انتم ذخر لنا ونقول التحية العسكرية المعهودة تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. ومنك قريب انا اديلك عينيا وقد المسؤولية وشرطة شعب احنا ايدنا واحدة على الغريب في كل جيل بطل تمام. الدور الانساني والاجتماعي الذي تقوم به وزارة الداخلية إنما يهدف في المقام الأول إلى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، لذا تتنوع وتتواصل المبادرات، ومنها مبادرة مأموري أقسام ومراكز الشرطة، والتي تسعى للوصول إلى المواطنين في كل مكان على أرض الوطن. ربنا يكرمه ويطول عمره ويستره وعينه على مصر كلها.